السلام عليكم، معكم مجموعه ديال العزاب من اجل الزواج. هي مجموعه فيسبوكيه بامتياز كتحط الرحال ديالها بمدينه تيفلت اللي هو العرس الاسطوري التاسع بالمملكه. اليوم شاركوا معنا بزاف ديال الفنانين المعروفين على الساحه الفنيه، وشاركوا معنا تنقيف تاج العروس. لي جروب اللي حاضرين معنا، حاضرين معنا الدقيقيه ديال الدقه المراكشيه اللي معروفين بالمدينه، وحاضرين معنا جروب عبد اللطيف الزموري وجروب تغزاوي ودي جي الانس اللي حياو هاد السهره الفنيه. كنشكروا الحاج ريف بالاس على الحلويات اللي قدم لينا، وكنشكروا قاعه شبارو اللي نظمت لينا هذا الحفل هذا، وكنشكروا مجموعه عزاب من اجل الزواج اللي سهرات كل السهر بالليزادمين ديالها وبالاطر ديالها، اللي خلاونا اننا نكونوا في المستوى المعهود باش نقدموا واحد العرس اللي هو عرس بطابع تقليدي وعرس بطابع الاصاله المغربيه بامتياز، باش نفرحوا واحد العروسه اللي كان ممكن ما يكونش معها الاهل ديالها، ولكن احنا هما الاهل ديالها والاصدقاء ديالها. المهم هو الهدف ديالنا هو ادخال البهجه والسرور على قلوب الناس وبصفه عامه على قلوب العريسات ديالنا كاملين.